كل سنة وانت طيبة سارة، وكل سنة وكل الأهلاوية وكل مصر بخير يا رب دايما، وتكون إن شاء الله بإذن الله 2021 أو هكذا نتمناها تكون أفضل بكتير جدا من السنين اللي فاتت. سنين صعبة، مش بس 2020 الحقيقة، سنين صعبة ومرهقة واستنزفت كتير من قدراتنا وكتير من أعصابنا وقلقنا فيها كتير، لكن بيتهيألي يمكن مطمنا إن احنا إن شاء الله هنكون على الطريق الصحيح، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله دايما القادم يكون افضل. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وحبايبكم كلهم بخير، ويمكن تكون سنه 2020 على قد ما هي كانت فيها ظروف كتير صعبه وقاسيه طبعا واهمها كوفيد 19، لكن كانت سنه مبهجه جدا، وكان الاهلي هو مصدر البهجه والفرحه فيها. وصلنا الحقيقه للثلاثيه بعد سنين طويله، كانت سنه مش بس في الكوره او في كره القدم، لكن كانت على مستوى رياضات كتيره جدا ولحظات تتويج كتيره جدا في مختلف الرياضات ومختلف الفرق، حقق ابطال ونجوم النادي الاهلي. كانت سنه الحقيقه ختمناها بلقب جديد بيضاف للقب القرن اللي حاز عليه او فاز به النادي الاهلي من قبل الاتحاد الافريقي بلقب نادي القرن في افريقيا والاكثر تتويجا على مستوى الشرق الاوسط، جائزه جلوب سوكر اللي خدها طبعا واستلمها كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي لما كان موجود وسط كوكبه من نجوم العالم، سواء كنا بنتكلم على اسماء اكبر الانديه او افضل لاعبي العالم ومنهم كان رونالدو وليفاندوفسكي. ودي طبعا لقطات من كلمه محمود الخطيب قد ايه النادي الاهلي كبير وقد ايه النادي الاهلي بيفرحنا وقد ايه النادي الاهلي شرف للاهلاويه ولكل المصريين الحقيقه، دايما رافع راسنا في كل المحافل الدوليه. واحنا بنتكلم على لحظات التتويج لابد ان احنا نحتفل بابراج الاهلي اللي دكوا سله الاتحاد امبارح في مباراه كانت اكتر من رائعه، والاهم من الفوز والاهم من التتويج هو الاحساس اللي كان جوه كل اهلاوي في مباراه كنت متاخر فيها من اول ثانيه لغايه اخر دقيقه، عندك احساس انك بتقول لنفسك الماتش لسه ما خلصش، والامل جواك انك انت تكسب، وهو ده اللي عمله رجاله الاهلي، وهي دي الترجمه الحقيقيه روح الفانيلا الحمراء. مبروك لابراج الاهلي اللي هيكون يعني عمرو الجندي، ايهاب، سيف، كلهم الحقيقه كانوا رجاله ومتعونا، والحقيقه مباراه كانت اكتر من رائعه زي ما حضراتكم شايفين فرحه لعيبه الاهلي، ابراج الاهلي، نجوم النادي الاهلي لكره السله بعد احتفالهم بالفوز وبالتتويج.